سلامك شباب، معاكم ام دي، واليوم جايب لكم شرح لسلاح كاجتسروبي ايشن. طبعا كيف تجيبونها، سلاح العجيب الرهيب صراحه، سلاح سهل وببلاش تحصله، بس بتتعب شويه. طبعا السلاح جدا جدا مناسب لشخصيه اياتو، اياكا، جين وكازوها. طبعا اذا ما عندك كازوها تقدر تحصل الحين، اما باقي شخصيه طبعا راحت. وهالسلاح ما يحتاج اي ريفاينمنت، طبعا اوريدي تحصل الليفل 1 اوريدي ماكس، بس تلفله وخلاص يكون اوفر باور صراحه تقريبا يعني عندك. فكيف اول شيء تحصلت؟ لازم تحصلونه من هالقصه الرئيسيه الموجوده في الحدث او الابديت الحديث. فعشان تقدرون يعني تخلصون هالقصه الرئيسيه، اول شيء في ريكويرمنتس، في متطلبات. المتطلبات انك انت تروح تخلص قصص قديمه، قصص عباره عن قصص شوغن. فاول شيء تعال وخلص قصص شوغن، تقريبا هذه اول وحده، اومنيبريسنس اوفر مورتلز، هذه اول بارت لازم تخلصها. وثاني شيء نفس الشيء مع الشوغن نفسه، ريفلكشنز اوف مورتاليتي طبعا اسمه. فهذه بعد نفس الشيء خلصوها. فهالثنتين لما تخلصونها خلاص الحين تقدرون تلعبون القصه الرئيسيه مالت كازوها، ايسر بلانتم تشابتر. طبعا تحتاجون مفتاح، يعني خلصوا اربع كوميشنز وعلى طول سووا لها انلوك، يعني على طول بسهوله. فمن تسوونها انلوك طبعا يلعبوا هالقصه طبعا المهمه، او هالقصه طويله تقريبا ساعه. احنا اوريدي مسوين فيديو بالكامل نخبركم كل شيء تفصيل، شو تسوي شو ما تسوي، شو الاماكن، كل الاشياء. فتقدرون تشوفون هاك الفيديو، بحط الرابط في الوصف، وحتى بحط رابط نهايه الفيديو. فشوفوا الفيديو ان شاء الله بتستفيدون منه، ومن تخلصون من كل شيء زين ان شاء الله بتحصلون على هالسلاح العجيب. وهذه ان شاء الله هي، يعني ان شاء الله استفدتوا من هالفيديو، وان شاء الله الشرح كان واضح. واذا عجبكم الفيديو سووا لايك وسووا سبسكرايب وشاركونا على انستغرام، يعطيكم العافيه. وهذه هي، خلصنا السترينج اند فريندلس رود، هذه قصة رئيسية. بتشوفون احنا نحصل على كاجتسروبي ايشن كسلاح وبرايم وجيمز وهالور وخلاص. مثل ما قلت لنا ما يحتاج ريفاينمنت، روحوا سووا له ابجريد واعطوه حق اربع شخصيات اللي احنا تكلمنا عنها بداية الفيديو. طبعا بعدنا نجرب، يمكن في شخصيات يعني مناسبة حق شخصيات ثانية بعد، بس بعد قيد التجريب. ويعطيكم العافية ومشكورين.